بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. انا فرحان بيكم قوي. ده يمكن يكون اعلى شويه. احسن ده اعلى ده احسن ولا التاني؟ عايزكم صحصحوا كده شباب. احنا عندنا الكنيسه الايام دي في ايام الصوم دي ايام حلوه قوي، اوعوا تضيعوها. ايام حلوه قوي، اوعوا تضيعوها. الصوم ده بنسميه الصوم المقدس، لان ده المسيح صام، صام 40 يوما و40 ليله، فده اسمه الصوم المقدس او الصوم الكبير. مش كبير يعني عشان 55 يوم، لا، كبير عشان له قيمه كبيره. زي ما تقول مثلا انطونيوس الكبير، برضه الكبير مش كبير في السن. فده الصوم المقدس، والصوم ده له بركات خاصه على فكره. انا عارف ان ابونا يوحنا المرفت كلمكم موضوع جميل عن الصوم. فالصوم ده ممكن يحل مشاكل كتير، دي عن تجربه. خليك معايا بس، الله يخليك. ممكن يحل مشاكل كتير، لو عندك مشاكل ركزي في الصوم ده تتحل. ممكن الصوم ده يساعدني على التوبة. ويا ما ناس في الصوم الكبير بصينا لأنهم جايين وكانوا بعاد جدا جدا وجم. الصوم المقدس ده له بركة كبيرة، فأرجوكم ما نضيعهوش. والكنيسة عاملة لنا فترة الصوم حاجات تساعدنا، قرايات حلوة، ألحان مؤثرة، قداسات، الحاجات دي لو تستغلها هتستفاد جدا. اوعى تضيع الفرصة، اوعى تضيع الفرصة. العالم هتقعد تجري 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 ورا الدنيا وتجري ورا الدنيا، والآخر ما قال سليمان. انت عارف سليمان خد ايه؟ ده سليمان بنى فراديس، مش فردوس، فراديس يعني جنات وقصور وذهب، يعني كان اغنى ما يخطر على باله. في الاخر قال ايه؟ قال لك باطل اباطيل، الكل باطل وقبض الريح. قال لك كل ده كاني مسكت الهوى، كله فاضي. فالحد اللي فات بنسميه حد الرفاع، ده البدايه. النهارده الحد، او الحد اللي جاي ده الحد الاول بقى. لما كنا في حد الرفاع ادتنا الكنيسه، خليك معايا لو سمحت، خليك معايا من فضلك، من فضلك لو سمحت. كان ادتنا الكنيسه الصوم والصلاه والصدقه، واتكلمنا عن الصوم. الحد اللي جاي بنسميه حد الكنوز، اين هو كنزك؟ دايما الانسان لما يكون عنده كلنا عايزين نعمل كنز طبعا. ما الانسان بيقعد يجري مثلا يشتغل ليه؟ عايز كنز، او بيكافح في دراسته، ولا عايز يعمل حاجه. كل واحد بيدور على كنز يجري عليه. فانت الكنز بتاعك بقى فين؟ هل انا انشغلت بالكنز الارضي ونسيت الكنز السماوي، ولا ايه؟ أنا عايز النهاردة ننقل الاهتمام بتاعنا من الاهتمام الأرضي المتعب جدا، الاهتمام الأرضي متعب جدا، للاهتمام الإيه؟ السماوي. الكنز حلو. يعني إيه الكنز حلو؟ إنسان دايما عايز كنز، عايز يحوش. عندنا في الإنجيل، في الإنجيل بتاع الحد اللي جاي، عندنا ثلاث حاجات لو احنا جاهدنا فيهم هنقدر نقتني الكنز السماوي. لو اهو الانجيل اهو، طيب في آية 22 بيقول ايه؟ سراج الجسد هو العين. الاول قال في اول الانجيل خالص، معلش اقرا معاكم بس الحته الاولانيه، لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حيث يفسد السوس وايضا ويسرق السارقون وينقب السارقون، بل اكنزوا لكم كنوز في السماء.
يبقى أنا عايز أسألك النهاردة، أين هو كنزك؟ هل في الأرض ولا في السماء؟ طيب تقول لي يا ابونا، طبعا الكنز السماوي ده حاجة حلوة، لأن كنوز الأرض بتزول. يعني تعالى واحد مثلا اقتنى فلوس كتير قوي قوي، وبعد بصت لها راحت، ولا مش عارف عادي يحكوا لنا على الأيام الدولارات، واللي مش عارف حوش دولارات قد كده وبعدين نزل الدولار عمال يصوت. ما هي الأرض كده. واحد مثلا ممكن يقتنى حاجة تبص لها فسدت أو خسرت، يحصل. الأرض هي هو ده الكنز الأرضي، دايما متغير وحش، لكن الكنز السماوي باقي، هو ده اللي يبقى. فأنا عايز إن إحنا نكسب الكنز السماوي ده. الإنجيل ده إدانا ثلاث حاجات مهمين قوي إن إحنا نقدر لو جهدنا فيهم سوا مع بعض نكسب الكنز السماوي. أول حاجة في آية 22 قال لك إيه بقى؟ سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة، خليك معاي، إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. تقول له إيه علاقة ده بالكنز؟ ده العين دي اللي بتنزل الإنسان للطين مش الأرض. إن كانت عينك بسيطة جسدك كله إيه؟ العين. لو أنا جهدت إن تكون عيني بسيطة، طب أسأل كده سؤال، مين يقول لي يعني إيه عين بسيطة مثلا؟ يعني إيه؟ حد كده يقول لي يعني إيه عين بسيطة؟ ما معنى كلمة عين بسيطة؟ ما تعرفهاش خالص يعني ولا لا؟ طب أنت عينك إيه أنت؟ عينك بسيطة، بقولي لي يعني هي عين بسيطة؟ نعم؟ العين بسيطة إيه تاني؟ مين يقول لي هنا؟ إيه يا جماعة؟ أنتوا متغدين فول النهاردة ولا إيه؟ مين يقول لي يا جماعة؟ يعني إيه عين بسيطة؟ طيب أقول لك حاجة كويسة، أنا عايز تكون عيني بسيطة، نظرتي للناس شكلها إيه؟ هل عيني دي طاهرة ولا لا؟ أدي العين البسيطة. إيه نظرتي للناس؟ دايماً عين ناقدة، دايماً عين ناقدة، دي مش عين بسيطة. خلي عينك بسيطة. يجي واحد مثلاً ينقد شخص، طب يا ابني أنت تعرف دي جوه إيه؟ وتعرف كان قصده إيه؟ طب ليه العين بتاعتك كده مش بسيطة؟ ليه انت تظن في فلانة ان هي كذا كذا معناها انسانة كويسة؟ خلي عينك بسيطة، يبقى نظرتك للناس ما تكونش نظرة فيها نقد، فيها اتهام. خلي عينك بسيطة، حس ان كل الناس حلوة، ده احنا ربنا بينظر لنا نظرة كويس. ايه رأيك؟ رغم خطايانا دي كلها. فالعين البسيطة نظرتك للناس شكلها ايه؟ عين دايما تدين الناس، داي يعني ايه، يجي زي ما المسيح قال لنا مره ايه، قال يا مرائي يا مرائي اخرج الخشبه اللي في عينك الاول وبعدين بص للقزه اللي في عين اخوك. يعني انا اقعد اقول فلانه دي فيها غلط فلاني، ممكن يكون الغلط ده صغير بالنسبه للغلط اللي عندي. المشكلة، عارف المشكلة بتاعتنا ايه؟ ان انا مش عارف ان انا في عيني خشبة، ان انا مش قادر اكتشف العيب اللي عندي. لو اكتشفت العيب اللي عندي مش هبص على عيوب غيري، مش كده مظبوط؟ تكتشف العيب اللي عندك ازاي؟ في نور المسيح يكشفك. بتقف قدام المسيح؟ بتقف قدام المسيح يا ستي ولا نمتي؟ لا، ليقف قدام المسيح، نور المسيح يكشف. أما أقول ده أنا كل عيوب، أنا مالي ومال الناس، ده الناس دي أحسن مني ألف مرة، الناس دي أحسن مني ألف مرة. فعشان كده أرجوك خلي عينك بسيطة في نظرتك للناس، وبلاش النقد النقد أو تطلع عيوب الناس. خلي عينك بسيطة، انظر للناس إن هم كلهم كويسين.
وخلي بالك لما انا اشوف الناس دي كويسه هتبقى كويسه. مش الانجيل قال لك كل شيء طاهر للطاهرين؟ مش كده؟ عارفه الايه دي؟ عارفه الايه دي؟ كل شيء طاهر للطاهرين يعني ايه؟ يعني كل حاجه قدامي هتبقى حلوه او طاهره لو انا ايه؟ طاهر. لكن لو انا نظرت لها نظره تانية تبقى وحش. وبعدين العين البسيطه، العين البسيطه ايضا عين الطهاره. في عين صعبه دايما نظرتها نجسه، دايما نظرتها جسدانيه، دايما نظرتها جنسيه. ليه؟ ده العين بتاعتي ديت متطهره، ده انت مرشوم على عينك دي بالزيت الميرون، ده العين دي بتاعت بقت ملك للمسيح، انتم اعضاء المسيح. فخلي بقى لو عيني بسيطه هتلاقي الجسد كله يبقى منور. وفعلا دي حقيقه. تعال شوف نفسك وانت كده ماسك الموبايل كده وسهيان وقعد تتفرج على حاجات وحشه، تبص تلاقي السواد ملا جسدي كله، السواد ملا جسدي كله، واحس ان كان في حاجه حلوه فرقتني. اصحى، خلي عينك طاهره وحازم، خليك حازم ضد النظره النجسه، لان ديت ممكن تلوث الجسد كله، تطفي النور اللي جوايا. إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيراً ومنور. فأرجوكوا خلي بالكوا، خلي بالكوا قوي قوي قوي. إحنا دلوقتي الحرب بقت صعبة. أيامنا لما كنا شباب زيكم ولا كان في عندنا موبايلات ولا حتى تليفون اللي كان في البيت كان شغل بالعافية. لكن أنتوا عندكم حرب جامدة، بس عايزة رجولة وعايز حزم. كيف افعل هذا الشر العظيم واقتل الله؟ ده انا الموبايل ده اللي هيوديني الجهنم ونار هكسره. حقيقه. واوعى تزهق، ساعات تبقى انت نيتك حلوه. خليك معايا اسمعي بس الكلام ده مهم. ساعات يبقى الانسان نيته حلوه ويمكن بيسمع عظه ولا حاجه في البتاع، والشيطان بعد كده هادي كده ساحب 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 ساحب. بص انا عمال ايه؟ في المستنقع النجس. إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون عيان، تبقى منور. الناس تشوفك كده منورة جميلة، الناس تشوفك منور كده حلو. ده ما هو مش فاكر موسى النبي لما كان يخش يصلي يطلع ايه؟ يلاقي وشه ايه؟ يلاقي وشه منور. الناس عينها كانت تزغلل من وشه منور، فكان يحط برقع على وشه. وبعدين الجزء الاول، النقطة الأولى هنجاهد إن يكون عندنا عين بسيطة لكي ما نقتني الكنز السماوي. الآية 24 بتقول إيه؟ حد يقرأ لي كده؟ لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر. لا يقدر أحد أن يخدم الله والمال. المال أصل لكل الشرور. جاهد، مش هقولك يعني هتعيش فقير، مقصودش ما بقاش مستعبد للمال. طبعا في سننا هتقول يا ابونا مال ايه، ما احنا مش أغنياء ولا كلام من ده. لا، في حاجات يعني مثلا ايه، واحد مشغول انه عايز يبقى معاه فلوس، واحده بصه لزميلتها ان هي اشترت الحاجه الفلانيه، عبوديه المال. خلي بالك، انسان عايز يحوش ويبقى مش عارف ايه. فخلي بالك ان الناس اللي جريت ورا المال بتعبت تعبت. عمر المقتنيات الأرضية ما بتدي سلام، ما بتدي قلق. فخلي بالك، يعني مثلا يجي واحد ايه يبقى قاعد كده يقول لك ده زمايلي طالعين الفسحة الفلانية
بس ديت رايحين الحتة الفلانية وهيصرفوا مش عارف ايه انا اعمل ايه بقى. طبعا يروح يعمل له عركة في البيت عشان ياخد الفلوس عشان عايز يطلع مع اصحابه, او لو ما فيش يمكن يروح يستلف مش عارف مين ما يعرف يسد ويتحط في موقف, او لو الاوحش من كده يروح ياخد فلوس من ورا حد. كل ده عشان عايز اتفسح مع اصحابي. شوف المال ما هو بالفلوس, ما هو انا عايز فلوس عشان اشتري كذا وكذا, وعايز فلوس عشان اتفسح, وعايز فلوس عشان احوش. اقول لك حاجه, اسمع الحته دي يا شباب. اتنين اتخرجوا من الجامعه, واحد حط في دماغه انه عايز يسافر بره. قال لك ده بره العيش ايه يا عم, ده بيعيشوا ايه وفلوس والدولار ومش الدولار. قعد بقى ايه يقدم في السفاره ويتكلف في مبلغ قد كده وما يقبلش, ومش عارف يروح لفين لمين ويدفع ايه فلوس قد كده ما ينفعش. وزميله دور على شغل هنا واشتغل وبيقبض مرتب كل شهر, وبقى لهم سنتين, ده الناس حاجات معروفة يعني, ما بقى لهم سنتين ده قاعد عمال يصرف ويداعر في أهله عشان عايز يسافر وعايز الفلوس, والتاني بقى له سنتين بيشتغل وبيقبض ومرتباته عمالة تزيد. ايه رأيكم في الفرق الرضا والقبول وان انا اقبل الحياة بتاعتي؟ دايما الرضا والشكر هو دي اللي بيدي السعادة, مش المقتنع هو اللي بيدي السعادة, ده ما بيديش السعادة, الرضا والشكر يدي السعادة. فعشان كده خلي بالك ان المال بيستعبد المال, ربنا يديهولنا عشان السعادة وعشان يوصلنا للسماء. خلي بالك المال يوصلك للسماء وممكن يبقى ايه سيد عليا ويضيعني. ممكن يوصلني للسماء ازاي؟ استخدمه استخدام صح. المال وسيلة وليس هدف, يعني وسيلة لإسعاد الناس, أساعد الناس, أعمل خدمات حلوة بالمال, أسعد عيالي, أعمل حاجات كده حلوة, لكن المال عشان يستعبدني لا. كان تلاقي عندنا شوية أمثلة كده غريبة جدا, تلاقي ناس كانت إيه, واحد كان متجوز وكويس وعايش, أول ما اختنى 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 يقول لك أنا عايز أتجوز حاجة واحدة تانية كمان. الله, المال استعمل له, شوف المال عمل له إيه, أول ما اختنى اتكبر. فالمال ممكن يجيب كبرياء, ممكن يجيب تسلط, المال ممكن يجيب طمع. ايام الدولارات ديت والازمه الدولار وما اعرفش ايه والدولار ومش دولار, الراجل ما بينامش الليل وعمال مشغول مشغول وتعبان وحالته حاله. مراته تقول له يا 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 جوزي يا حبيبي انت تعبان ليه, ما احنا عندنا خير كتير وعايشين والعيال كويسه وبتاكل وبتشرب وعندنا كتير. قال لها اسكتي اسكتي انت مش فاهمه حاجه, ده هنخسر مش عارف ايه وهنكسب ايه وهيضيع ايه. غلبان. شوف المال بيعمل فيه ايه, شوف المال بيعمل فيه ايه. لو انا وحصل لي كده بقيت ايه, بقى كنزي في الارض وضاعت السماء. جاهد ان المال ما يبقاش سيد, وخلي بالك اوعى تتخدع. انتوا كلكم موجودين في الكنيسه اهو, اسمع كده يا حبيبي دي, انت موجود كلكم في كده, اوعى تتخدع ان انا لا عايز كنز سماوي ولا بتاع, انا عايز الكنز الارضي, وبعدين اجي الكنيسه يقولوا عليا ان انا بدور على الكنز السماوي يبقى يعبد سيدين. لا يستطيع احد ان يعبد سيدين. ما تغشش نفسك, اختار اختار وخليك حازم في الاختيار. لا يستطيع أحد أن يعبد سيدين, إما الله أو المال. لو جريت ورا المال. وبعدين كمان خلي بالك يعني الناس اللي يقول لك إيه, يجمع المال بالتعب. طبعا يقعد يسهر ليالي ويسافر ويعمل يجمع المال بالتعب ويصرفه بالقلق,
يقول لك أصرف؟ لا ما أصرفش. طب خلي دي؟ طب جبني دي؟ لا ما تجيبش دي. طب نشتري دي؟ لا ما نشتريهاش. يصرفوا بالقلق ويحافظ عليه بالخوف، لأن لا يحصل حاجة يضيع، يحافظ عليه بالخوف. طب وبعدين؟ يعني قلق وتعب وقلق وخوف، وبعدين كمان في الآخر يخاف لا يروح منه بالكامل ودايما يروح. إذن أول حاجة عشان أجاهد، عشان يبقى لي كنز في السماء، العين البسيطة. نمرة اثنين، احذر منك تكون عبد للمال، مش شرط يعني غني، لكن عبودية المال اللي هي ايه في مستوانا احنا، ان انا عايز ساعات مثلا ايه ابص للبس غيري مثلا، مع ان صدقني احيانا يبقى حد لابس لبس بسيط ورخيص، بس انا اللي عيني مش حلوه، افتكر سلام الله التيشيرت ده بتاع فلان ده جميل، كان نفسي فيه ده، ويمكن انا لابس اغلى منه وهو شريب، لكن راضي، فتبقى الحاجه حلوه. الحاجه الثالثه عشان ما اطولش عليكم، اخر حاجه بقى ايه الايه اللي بعد كده او ايه 25، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا أجسادكم بما تلبسون. كلمة لا تهتموا يعني إيه يا جماعة؟ يعني ما تشيلش الهم، يعني ما تشيلش الهم. شيل الهم ليه؟ دي أهم حاجة. عارف الواحد اللي شايل هم بس إيه؟ اتكب، يعني نزل على الكنز الأرضي. أنا عايز يكون عندنا حياة التسليم. يعني ما احنا صايمين، يعني كلنا إفطاري ولا كلنا صيام؟ جرى لنا حاجة. الناس السوبر ماركتات بتقول لك احنا انتم تقوموا بتصوموا، احنا الشراء البيض بيقل عندنا وشراء الفراخ بيقل عندنا، انتوا الصوم بتاعكم ده الحمد لله. لا تهتموا. طب ولما اكون انا صايم اروح اعمل مشكله في البيت على الاكل؟ مهتم قوي، كله حلو. الجسد يعني أي حاجة بتسندهم، وحتى قال لك في الإنجيل هنا برضو لا يستطيع إنسان أن يزيد على قامته ذراعا واحدا. أنت مش أنت اللي بتدي النمو ولا بتدي ولا مش تزود، لكن النعمة والبركة من عند ربنا. الاهتمام يعني شيل الهم. يعني مثلا في الفترة اللي فاتت أو ما زلت موجودة، يعني الاقتصادية دي والخلاء والدنيا غالية ومش عارف ايه والناس ايه يا ابني، في ايه ربنا ولا ايه؟ طب احنا 110 مليون في الأزمة الاقتصادية دي، حد مات من الجوع؟ عمرك سمعت حد؟ طب ما احنا عندنا أزمة اقتصادية طاحنة والأكل غالي نار، لكن في حد مات من الجوع؟ ليه تشيل الهم؟ ده ربنا هو اللي بيدبر كل شيء، ده حياتنا في ايده. ما هو مره كده من المرات كانوا في الصحراء ما يقرب من 15,000 واحد او اكتر، كمان يقول لك 5,000 رجال ما عدا النساء والاطفال. اما دي التلاميذ يقولوا من اين نبتاع خبزا لهذا الجمع كله؟ شوف نجيب لهم منين دول؟ نجيب لهم منين؟ طب انا مسيح معاكم، مسيح معاكم، شيل الهم ليه؟ طب ما المسيح شبعهم ولا لا؟ وفاض ولا ما فاضش؟ فاض. 15,000 واحد كالوا وشبعوا وفاض 12 قف، جا منين ده كله؟ بركة الرب تغني ولا يزيد معها تحت. إذن ما تشيلش الهم لأي شيء.
لازم بس تكون ايه اترميت على ربنا وسلمت امرك لله. حياه التسليم وربنا بيدبر كل شيء ولا تخاف من شيء. عشان كده قال لك لا تهتموا للغد. في واحد تلاقي قاعد شايل الهم بكره هيعمل ايه ولما تيجي الاجازه الصيفيه هيعمل ايه والسنه الجايه. يا ابني خليك في النهارده، خليك في اليوم، يكفي اليوم شره. لا تهتم، ما تشيلش هم بكره، ده هم بكره هيدبره. وادانا بقى امثله للعصافير. تخيل كده انت كده، حط نفسك كده مكان العصفور اللي بينزل، يجي نازل كده واخد حبايه واحده ويطلع يمشي خلاص حلو ولا شايل هم. في اي حته ياخد له حبايه من هنا ولا هنا، مش شايل هم حاجه. وهكذا لا تهتموا بما تأكلون أو بما تشربون. ما تهتمش، ما تقولش أنا ما عنديش لبس ده غيري عنده لبس، ما تقولش أنا فلان ولا فلان ده بيأكل دليفري وأنا ما بأكلش. يا سيدي كله لا تهتم، ارضى اشكر. عارف عايز تعيش سعيد؟ الرضا والشكر سر السعادة. قول كده معايا أخ اللي هناك، قول كده معايا الرضا والشكر سر السعادة. قول كده، قول قول. أيوة، لكن الأكل هو السعادة، الفسحة هي السعادة، المال هو السعادة إطلاقا. ده بيدي نكد أكتر. يا ما بيوت منكدة عشان العراك، عشان إيه؟ عشان إيه؟ عايزين الفلوس، ويا راجل ما ادانيش وما اشتريناش إيه وما سابش فلوس وشغلانة، والشاب من دول عايز فلوس وعايز مصروف. يا ابني يا حبيبي، ما احنا أنت شايف داخلين قد إيه، أنا ماليش دعوة. حاجة صعب. الرضا والشكر سر السعادة. يبقى دلوقتي عشان أنا أكسب الكنز السماوي ثلاث حاجات مهمين قالهن الإنجيل بتاع يوم الحد اللي جاي إن شاء الله. العين الإيه؟ البسيطة، ما تبقاش عبد للمال. لا تهتموا بما تأكلون أو بما تشربون. وربنا يبارك لكم، كن صوم مقدس تفرحوا فيه لإلهنا المجد الدائم الأبد آمين.